زيد. الصلاة على رسولنا ونبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. رقم ما يوم Ezolam. Lugori kitab ya lugori PDF. لغوري كتابة PDF صدو حفتي الأمين ويك صدو حفتي ويك. صدر حفتي ويك. دبي إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات. أوه نوره. جزئيتين في الجهات. بله. إشارة إلى تحقيق الجزئيتين في الجهات. بله. تحقيق هذه الجزئيات، جزئية سلبية وجزئية إيجابية. حملية. ها؟ جزئية سلبية، جزئية حملية. حملية ما؟ إيه طبعا. دي قضية حملية هي قضية صليبية هي، أبا صليبية جزياوي أبا حملية جزياوي. تحقيق هذه الجزئيات جهات تضع جهتي ومسألة عمومي ده يا جهتي خصوصي ده ويا دحالي أم بين بلي حالي كي أوهات شي ببا والله أوهات ببا بيوم. نعم. تبي وأنت تعرف حال الجزئيتين، حال جزئية زاني من الكليتين، حال جزئيتين كليتين زاني. وقتك كل إنسان حيوان به، بعدك حيوان إنسان. وشاي؟ أما تمام حيوان نبي إنسان، فرس حمار نبي إنسان. تعريف حال الجزئيتين من الكليتين وتقسيمهما، وتقسيم الجزئيتين عليهما لسر كليتا تقري تقسيم، وذلك ظاهر يجب بلية. فقولنا بعض جاب أم بجن هنكي جي حيوانا إنسان يصدق يا راس، ولو كان ذلك البعض موصوفا بباء في وقت لا غير. أجر كي أمبيجن أو بعضك جاية دهنكي زمانا داي نرت تمام زمانا داي، ذلك البعض موصوفا بباء في وقت لا غير بهنجي زمان نده تمام زمان. وكذلك تعلم أن كل بعض إذا كان بهذه الصفة تمام بعض بوي صفة ب صدق ذلك في كل بعض تمام بعض تمام بعض بوي صفة ب وقبل تمام بعض شما وقبل مسألة فايدة كهنجي بعض تتنامينك لو شيء. Yani örnek icabı deseydin. Mesela senden bağdaki hayvana insana yaraslı. Eğer ki evi ya denge taçır. Denge taçır veya arayda. Ligavi tamamı hayvana be insan. Mesela tevab beji. Tebeji hinkiş insana tamamı hinkiş insana hareket diye. يا راسه ويا هنكيش إنسانا سبيه قريب بيجي تمام إنسانا سبي بنا وقتا إنسان رشي چين بنا نعم ها نعم دبا وصا وقتا كي چين بنا چين بنا دبا وقتا مثلا تلبي هنكيش إنسانا سبينا تمام يا راسه هنكي إنسانا سبينا أما عين زمان تكاري بيجي تمام إنسانا سبينة بريك إنسانا رشينة بو عين شخوصة أمي رشبوني باشا تشبيه رش باش رشبوني تشبيه. ولو كان فلو قولنا بعض وكذلك تعلم أن كل بعض إذا كان بهذه الصفة تمام بعضها مثلا بوي صفة ابن
صدق ذلك في كل بعد تمام بعد ان بين سبيبل ويقابل تمام انسانات بسبيب واذا صدق الاجابه المطلق اختفى اجابه مطلق راس ب في كل بعض تمام بعد ذا ويقابل صدق في كل واحد تمام تمام واحد ده يجب صادق أو يا أم بيجن دبري رشبوني ده يعني إذا أهم كي شرحي بغنين أقول يريد إيكا أو كي بقدنا متن بقدنا هيجو بلس الشرحي متن قدية نا ومن هذا يعلم ومن هذا يعلم أنه ليس من شرط الإيجابي عموم كل عدد في كل وقت ومن هذا جديد في فهم كني يعلم أبنك ما جو أجرك وكذلك تعلم أن كل بعض إذا كان بهذه صفتي القيد إذا كان بهذه صفتي بدي بري وقت بوي صفتي بوي قابل تمام عيني جديد فهم كني أنه ليس من شرط الإيجابي شرط إيجابي نينة شو شرط إيجابي نينة عموم كل عدد في كل وقت يعني عموما تمام عدد تمام وقت ده مثلا بي تمام انسانا سبينا اما ده تمام وقت ده ني بري كس رش شيبه ماله اذا اقول يريد ان يزيل الوهم المذكور في الايجابي او وهم قطع ذكر كني دي ايجابي ده خوضة شرح وهم راكي يعني او تيه أن الحكم الكلي حكم كلي يقتضي الدوام تكتبي كل إنسان سبينة بخاذك أذيا بحسب الوصف أذيا دائمي سبينة ويستدل على ذلك الدليل سلفيا بيئانية بأن الحكم على البعض لا يهم ذلك بالاتفاق حكم كنا لسال بعضي وهم وهم ناد نادا وهم كنا باتفاقي نادا وهم كنا لسال تماما أما والأبعاد متساوية في هذا الباب مثلا تبيجي تمامي بهنكي إنسانا سبينة هنكي أف هنكي أو هنك هنك عيني هبدونه كما في سبينة كما من السبينة كتب عيني هف دونة إجابة قابي تتي لازم كرني أبيا لازم دمي نوارا والأبعاد متساوية في هذا فإذا كان الحكم على كل بعض شد تمام بعضه به ويجب أن يكون غير متضمن للدوام المذكور غير مقتضي للدوام المذكور نخوض الدوام المذكور ويكون مع ذلك كليا أدقى الدوام المذكور تلم بقضيه كلي به فالشرط في أن يكون الحكم كليا هو عموم العدد لا عموم الوقت لا شمول الأوقات لا تمام الوقت إذا كنت بيجي بريك إنسان ببعوش تمام إنسان سبينة في قوتنا راست أما ناك لازم يقول لك تمام وقت هذا يعني تمام وقت أنا سبيب يعني بريك إنسان رش بنو بشتك إنسان رش بنشي إنسان تر سبينة أو يا ناك لازم أديجا سوى أب عموما وقته عموما كنت حملة محمول لسان موضوعي بكي بعموميته ماك لازم يكون تمام وقتا عيني وكوية في جانب السلبي جانب السلبي دا جانب السلبي دا جعمون ماك لازم يكون يعني وقتا كتبي هنجي إنسانا أم ببجن هنجي إنسان رشنينن يا تمام إنسانا رشنينن تمام إنسانا نرش çünkü insan spine. Evyana ki lazım yok
Bu tamamı zamanı, tamamı vakti be. Yani. Ve kedalike fi canlim ve alem. Bir yapacağım ben. Ennehu şeneve. Leyse izâ sadaka ba'du cebe bit darurati. Leyse izâ sadaka ba'du cebe bit darurati. Vakta ku mesela hinki insana em bin spine. Vakta evya hinki insana spine ya hud da hinki insan em bin mütahar evkin, naimin. Bir darurat ve ya bir darurat. Bir darurati vakta ku evya ne sadık be yecibu em yemne'e zalike evya be mani'i sidqa kavlina ba'du cebe. Vakta ku ba'du cebe bi darurati naras be dike lazım ihu ku ba'du cebe rasyavi be ben mane. Demek naras. Jinnarastiya ne? Alem ennehu leyse İza sadaka ba'du cebe bi darurati. Ba'du cebe bi darurati vakta ku leyse iza sadaka. Vakta ku nim be ras be. Naraz beyeli. Vakta ku ne ras be. Ev ya vacib tike lazım yok. En bi bejim ba'du cebe ne ras. Vakta ku bi darurati ba'du cebe ne ras be. Tika lazım yoku ba'du ceb ben narast. Böyle örnek ver Jid. mesela. Sade bir ki vakta ku bir darurat narast be. Ne ki lazım yoku ba'du ceb narast. Yani darurati jirak hiç ben narast. Yani ev darurati için hake çıkartmış evin hake. Vakta ku tibini alemen leyse İza sadaka ba'du cebbe bi darurati. Ba'daki cebbe bi darurati emrecin ba'daki ceya beye bi darurati vakta kun naras be. Neyse izah sadaka. Nana, niye Vakta kun vakta ki naras be. Tike lazım yok ki ba'du ce naras. Yecibe en yemne'e zalike edya mana'i çibe sidku kavlina ba'du cebbe. Gotina ku ba'du cebe rase ediyat ke lazım yok ki ne rase demek. Vata ku bi darurat ne rase be tübi be cebe rase nevsay. Şimdi şöyle cevap düşüneceğim ben. Darurat Tamam. ke lazım yok mu? Evye vakta darurat evye ne rase vakta ku darurati naras be demek ki vakta darurat tüne beşi deme naras. Kudarurat hebe neras ve darurat tüne beyin narası. De vakta ku dedi vakta ku gotuna küllü cebe küllü ceya be ya ba'du cebe bi darurati naras. En bizim bak hinkici insana ku hacer ben naras. Tamam. Naras. Bir dakika He? dur. Tamam. Şey bir şey bu. Az ona. Vakta kutu beji vakta kutu beji ba'daki insana hazır eci narast. Tamam. Lisa beş O az ona. mesele. Lisa beş vakti kutu beş içe. Vakta kutu beji ba'daki insana hazır ben narast. Bir Tamam. darurat ki ba'daki insana hazır ben narast. Tamam. Ev çağırın. Vakta ku ba'daki evitken lazım yok ku ba'daki insana hazır beji narast. Yani darurat ne beş içse narast. Evet. Biz anlamıyoruz. Tamam. Kötkeler. Tamam. Bil itlaq el hayr zaruri ev bil imkani. Yani bir Ev imkan. bir imkanı. Ya bir itlaq ya bir imkana bir itlaqa gayri daruri ya bir imkanı şey işatke lazım yok bu nabas. Ne rastı? Vela bil aksi. Ne bil aksi. Vakti kutu ba'daki insana Ba'daki insana ne hacere. Bir darurat merurat li tünne be. Neyse vakti kutu bizi
ولا بالعكس، ne بعكسية. Baktar ki emmijin بعدك جي insana بعدك Tamam, جي insana aksavi da even. بعدك Sevam. جي hayvana ne insanı. Aksavi even. Me gotbu Evet. ku bi darurat narast be Evet. bi itlaq eji narast be. İcra kutve ki bi Narast. itlaq e narast be dike lazım e ku bi darurat eji narast be a ev ya nevsa. أكسافيت هم أكسافيت Evet bece fe inneke tegulu. فإنك مثلا örnek idvece تقول تدبيجي بعض الأجسام بالضرورة متحرك ما دام ذات ذلك البعض موجودة Tamam. بعضك إنسان بالضرورة ببين نافي حركتك أما أب حركتي أو يحطك بهذا Tamam. يكتب بيجي أو بعضها متحرك بوجود غير ضروري Tamam. بعدك متحركة أما بهبونا نمجبوري هبونا كان مجبوري مهبونا مجبوري لأن إنسان ما تنيك نعم إلا قرأها بجي إنسان ما تنيك بوجود غير ضروري وبعضها بإمكان غير ضروري بعضها متحرك بإمكان غير ضروري بإمكان مجبوري تتكلم راس يعني أقول دبي شرع أديات بيجي يريد أن يوضح دخوازك يا ظهر بك صحة اعتبار الإطلاق العام في السلب دخوازه شارح ما مصنف شارح مصنف ما إذا بك صحيح اعتبار إطلاق عام في السلب ده ضرورة مرورة نادي بري قيد ميدان نادي بري اعتبار سلبة عمومي مطلق جائزة برا جائزة دي بري فإن من غلب على وهمه ما يقتضيه العرف إكو تسيكو عرف دخوازة لسلوها ما يغالب حقيته وراسيته وي نورا يقتضيه العرف ربما ظن أن ذلك الاعتبار ليس بالصحيح بل التخمين بك أو اعتبار نص صحيح والدليل على صحته دليل كرسي صحيحة هو ما ذكره أو ما يكون ذكر كر مصنف في الإجابة بعينه بإجابة ده بعين إجابة تريك ما قوكي دعيني إجابة دا مثلا وقت إمكاني وقت أكو غير ضروري يبا دوي داري دا دبو ندبو شي دبو مثلا بعضها متحرك بوجود غير ضروري وبعضها بإمكان غير ضروري دبو ندبو دبو إيه مادام مسايا جيفيتي فهم كيريني يعرفي وهاوك تفهم كرني كتشي ربما ظن أن ذلك الاعتبار أب اعتبار أن ذلك ليس بصحيح نصحيح من أن الاعتبار ليس بصحيح أليانك نوسايا أوازن بك أفزان أنك نوسايا إجاد بيكي بيكي ويوجد وباقي الفصل ظاهر باقي فصل ظاهر ويوجد في بعض نسخها هنا زيادة وهي أو زيادة فصل آخر هو أو فصل آخر هذا تنبيه أو يا بيش أبتشيك أنا ما قوها تفهم كرني مالي تكتشكي أبيا ما يعني مثلا وقتك ام بيجن ام بيساش باشتا بينن ام بيجن وقتك وقتا قوتن بالضرورتي بالضرورتي اف اذيان كان نراستا وقتك نراس بدك لازم يخشي كنت بالضرورات نراس بدك لازم يخو نراستياوي ambition هينك شيء او هذا شيء نقص وقتك عدم يعني عدم ضرورة باش دي سنه راسه دي سنه راسه تمام
إذا فسادن آخر أذى تنبيه على مواضع خلاف ووفاق من اعتباري جهتي من اعتباري الجهة والحد دفردا فصل دنيك أو زيادة فصلك يكو تنبيه لسد مواضع خلاف موافقة اعتبار جهتي مخالفة جهتي حملي اعتبار جهتي وحملي ووفاق جهتي حملي و جهتي وحملي جهت وحمل حمل خبرة جهتي أو قيدين أو جهت وحمل موافقة هبن وياخد ده اختلاف دوان هبن ناي واحد موافقة إذا وعلم بيابزان أن إطلاق الجهة يفارق إطلاق الحمل إطلاق جهتي كجهات مطلق به مخالف كحمل مطلق به فرق لي شيء فرق لي في المعنى وفي اللزوم بمعنى دا جد لزوم دا جي إطلاق جهتي مفارق إطلاق حملية إطلاق حملة جي بلكي وقتك أو مخالف بعدك لازم يقول إطلاق حملة جي موافق إطلاق جهتي. نعم. مثلا أرنك يبيجي فإنه يصدق أحدهما دون الآخر كان يك راس أما أيضا نفس يعني إطلاق جهتي راس أبا حملين راس أبا حملين راس أبا راس جهتي نفس تا إذا كان في وقت قد يتفق وقت دو وقت كده مثلا اتفاق يوات شبابه قد يتفق إذا كان في وقت قد يتفق أن لا يكون في إنسان أسود مثلا زمان كي هبية في إنسان رش تنبونه في إنسان رش تنبونه صدق في دوي زمان دا بيارس كل إنسان أبيض بحكم الجهد دون حكم الحمل أما بحكم وجهد بحكم وزماني تمام كل إنسان أبيض راسته أما بحكم حملك أنا بلي بلي تبي كل إنسان أبيض نب شبك أنا أبيض نرس ثانينا يعني بحكم وقتي بدبه أما بحكم حملي بنابه بحكم جياتي بدب بحكم حملي بنا شو بيجي جياتي حمل نيك تم وقت تبي كل إنسان أبيض هو أجر كنت تقولي كه إنسان يرشينه ومتجاب بيجي تمام أما كنت تلفيا نني أريد تبي كل إنسان أبيض هو أبيض نعم خلاص نعم في وقت يتفق ألا يكون في إنسان أسود صدق في كل إنسان أبيض بحكم الجهة دون حكم الحمل وكذلك إمكان الجهة أيضا إمكان الجهة يساوي يعني جهة إمكان لي حمل دبا كنا إمكان لي بشافي تقش مثلا بحكم الجهة حكم فإنه إذا فرد في وقت من الأوقات مثلا أن الألوان أن لا لون إلا البياض أن لا لون إلا البياض غيني سبيبي أو غيره من التي لا نهاية لها يا جوارين كنت سوني جوارتنا صدق حينئذ بالإطلاق أبيان بإطلاق الراس صحيح أن كل لون هو بياض يا أن كل لون هو شيء آخر سواد ويا أحمر أو طبعا بإطلاق الجيتي بإطلاق الجيتي لا بإطلاق حمل تمام وقبله كان ممكنا مالي ولا يصدق هذا شو وقبله من الإمكان وقبله كان ممكنا سيدا إذا وقبله كان ممكنا طبي شو يعني تبدي دب من مثلا لا
من البياض أو غيره من التي لا نهاية لها، صدق حينئذ بالإطلاق، تمام. بإطلاق الصادق، صدق بالإطلاق. لأن كل لون هو بياض أو شيء آخر أبيض، درست بإطلاق الجهة. بإطلاق الجهة وقبله تبارك أوائل إطلاق عني كذا كان ممكنا ولا يصدق. دبني مدام ممكنه فخنا راس لقولي حملي نراس وقبله كان ممكنا بني ممكن بو أريلي بني جهاتي ممكن بيا أما نرس لقولي حملي نرس نرسا هذا ولا يصدق هذا الإمكان ولا إذا يصدق قرن هذا بالمحمول. الإمكان ولا يصدق هذا الإمكان إذا قرن إذا بالمحمول. قرن بالمحمول أري ثم وقتك بجيني بيني محمول بهذا بكي خبر بزلقيني أو يا نابا ممكن ماني. ثم فإنه ليس بالإمكان الخاص كل لون بياض ماني. بإمكان خاص دينك تمام الرنغ بياض مثلا بل ها هنا ألوان بالضرورة لا يكون بياض ماني. وكذلك إذا فرضنا زمانا ليس فيه من الحيوان دي إلى الإنسان ديالك زمان كي هبية دوي زمان دا إيك حياة دوان ده بج غيني إنسان في ذات شتي كنبي تمام أم بي إنسان بري هات شتي هات تشكرني ويقال الصدقة بحسب إطلاق الجهة أن كل حيوان إنسان أهلي أبي راس بيه كل حيوان إنسان راس وقبله بالإمكان طبعا عطف صار كبير وقبله بالإمكان وقبله بالإمكان بني إذا فرضنا وقبله بني وإذا فرضنا زمانا ليس فيه من الحيوان إلى الإنسان تمام صدق بحسب إطلاق الجهة أن كل حيوان إنسان وقبله الإمكان بني ذي فرضنا إمكانه ممكن يعني ممكن يعني دبه 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 ماله ماله ولم يصح بالإمكان إذا جعل للمحمول إذا بإمكان نابع وقتك أم أم جهتي قصنك أم أم محمولي قصنك أم محمول بقى نابع قلت كيف أنا تنيت يعني خلاص وعلى هذا القياس فقضي بحكم بك في الإمكاني بإمكاني داش حكم يعني أي إمكان كي وهاب دو إمكان دات كاري واب بيجي 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 مال يا الله بس سيدا ماشي والله بس الموت ده كده يا الموت سري سكني إشارة دقوزين كي شرحي بخوينة تزاني شرحاوية شرحاوية ويكتب في آخر الفصل أن هذه الزيادة كانت ملحقة بالأصل بخط الشيخ أبي علي رحمه الله والمراد في هذا الفصل من اعتبار الجهة مساعدة بك يا كيما أنا أخذ زلمش بك أبحثت وياك بنوسة أريم أنا ولا سنح ولا سنح عفطيو الصدر عفطيو السيعة عفطيو السيعة ويكتب في آخر الفصل أبا أن هذه الزيارة كانت ملحقة بالأصل بخط الشيخ أبي علي رحمه الله والمراد في هذا الفصل من اعتبار الجهة مراد أبا هو أن يجعل الموضوع كل ما هو جاء مثلا بالفعل مما في الحال أو الماضي على ما يستعمل في المذهب السخيف في المذكور بل والمراد في هذا الفصل من اعتبار الجهة وأن يجعل الموضوع بيجراند الموضوع كل ما هو جاء
كل ما هو جاب مثلا بالفعل، ما هو جاب بالفعل مما في الحال أو الماضي. جلجكته في الحال أو الماضي، على ما يستعمل في المذهب السخيف في المذكور، مذهب الصعيدي كما ذكر. هذا لسيرفيت كاريبيجي. والمذهب النابع منه كما مر ومن اعتبار الحمل أن يجعل الموضوع أعم من ذلك. موضوع جويع عم ترى. شو عم تربى؟ وهو كل ما هو جاء في الوجود أو عند العقل على ما يقتضي التحقيق أو يتبببه. كل ما هو جاء، لوجود كل عقل ما غيره. عند أو على ما يقتضي التحقيق أو بابه. ولا شك أن بين المذهبين اختلافا ظاهرا في المعنى والاعتبار. بين هذا المذهب هذا أو مذهب كتبين نابه ومذهب كتبين دبه، اختلافا ظاهرا بمعنى واعتبار ظاهري، أما في الدلالة واللزوم، دلالة اللزوم ده فقد يتفقان هذا يكن، وقد فقد فقد يتفقان وقد يتفقان، يختلفان، جان لما قد اتفقان جان لما يتفقان اختلفان. وقد يختلفان. أما مواضع الاتفاق فكما في بعض الأحكام الجزئية من المحصورات، مثلا وقت ما يقول بريك إنسان سياد شبه، ويا بريك أمبيجن حكم بكن أمبيجن كي لسروان جو جحيري إنسان حيوان تنبيه. شو نبيه أم بشيك يوا حكم بكن أوي. أما مواضع الاختلاف فقد أورد لبيانها في هذا الفصل أمثلة. من أما جي اختلاف بيان كيريا وارد كيريا مصنف يجب بيان في فصيلة شن مثال أول مثال أول أن يقال في وقت لا يوجد فيه إنسان أسود. أري تبيجي كل إنسان أبيض مطلق من فيصدق بالاعتبار الأول، الاعتبار الأول راسه راس تنب من الشماء، لأن كل إنسان موجود في تلك الحالة أبيض. أري أما ولا يصدق بالاعتبار الثاني، باعتبار محمول اكتانا لبنري نسائح كما، لأن بعض الإنسان في العقل أو في الوجود في وقت آخر ليس بأبيض طيب. الجوري عقل تبي تمام إنسانة أبيض أو تمام للنري أسود تدبيني أبيض، أما ده عقل ده بكون أبيض راس ويا ده وجودي ده بل كي هابن كنا أبيض. أري وهكذا الحال في المثال الثاني. وهي المثال الثاني شيء قولنا كل لون بياض، كل لون عقل ده دبكنا بياض، يعني ويا الواقع ده تشكل بات شعبات تدبين تب بياض، اما الواقع ده دبكنا بياض يعني نوسا. إلى أن مضت المثال باعتبار أن بعض الإنسان في العقل أو في الوجود في وقت آخر ليس بياض، وكان في مثال وقوي هناك كل لون بياض، إلا أن مضت المثال الأول ممكنة ومضت المثال الثاني ضرورية. يك كلية يك ضرورية. يا كلية كل إنسان أبيض يجد ضرورية، بالضبط. مثلا دبيك كل لون بياض، كل لون بياض مش أنا. إلى أن مادة المثال الممكن مادة المثال الثاني ضرورية، فإن سلب الأبيض عن بعض الناس ممكن،
سلب أبيضي في بعض إنسان يمكن لي، أري. وسلب البياضي عن بعض الألوان كسوادي ضروري. خرافة يعني قد تمام الرنغانة لا سبينة يعني شفت زرنجي رشط مجبور سلب أوكي بياض يعني يدي تركيا جيبك يعني. يعني ولذلك يجبك أول مثال أول ممكنية وأظن كلام ضرورية سل مثال جعل الثانية مثالا لاختلاف الدلالتين الممكن، أي خارجية الموضوع وحقيقة الموضوع بالاعتبارين. جراندي والمثال مثالا لاختلاف الدلالة، وجعل جراندي مصنفه، ولذلك جعل المصنف الثانية مثالا لاختلاف الدلالتين الممكن، يعني دلالة ممكن أي خارجية الموضوع أي خارجية الموضوع وحقيقية الموضوع. خارجية موضوعي خارجي يعني موضوعي تخارج وحقيقة تخارجتا حقيقة يوصايا موضوعي يعني حقيقتا خلاصة حقيقة موضوعي بياضة خارجيته بالاعتبارين. فإن قبل المفروض وقت المفروض يصدر قولنا يمكن تمام أن يكون كل ما هو اللون بياضة، أي يمكنية، ماله أي في ذلك الوقت من المستقبل، تمام ولا يمكن قولنا بالإمكان الخاص كل ما هو اللون في العقل بياض. لأن بعض الألوان كالسوادي يمتنع أن يكون بياض. طيب خش والمثال الثالث ومثال الثالث وقولنا قولنا كل حيوان إنسان كتب يجي وهو قولنا كل حيوان إنسان أبي كتب يجي بلي تبيجي كالمثال الثاني بعينه. عيني يجي أو جيبك مثال ثاني بعينه مثال ثانية يعني بفرضية إذا بقى ده ما خارجية ده نابا بعقله خارجا ده نار. نعم وأما الضروري ماله فبين أمره أيضا من هذين المثالين. أما الضروري فبين أمره أمر ويج بانكي أيضا شوك أمر بانا بانكي أمر ويج بانكي من هذين المثالين. ماله كما لأنه في ذلك الوقت لأنه في ذلك الوقت يصدق قولنا كل حيوان موجود في الحال فهو إنسان. ماله كم كيفي قابي؟ جبين الإنسان في بضرورة نبي حياة نبي بضرورة بيجي كل بالضرورة حيوان من موجود في حيث الحال الحمل. فهو إنسان بالضرورة من حيث الحملية فإن الحيوان الموجود في ذلك الوقت يكون في كل في الأوقات كل إنسان الأوقات إنسان. تمام أما ولا يصدق قولنا كل حيوان بحسب العقل أو بحسب الصور ضروريا أبيان أي نعمل في سائر أي في سائر الخالة، نعم يعني سائر أو كده ريكادا ما قلت كله جاء ب إذا قلت به كله خاج لا أما نعم أدو دانا كل خالة في تاريخ خالة وفي سائر الأزمنة فهو إنسان، إلا إذا جعل الفرد المذكور شاملا لجميع الأزمنة. يعني شامل تمام الزمان أو يقابل أزمانا ويقابل سائر خلج كبابل يعني. ماله خلى وأظن
معنى أن هذا الفصل إنما حذف من أكثر النسخ لقلة فائدته، ولذلك يجبك فايدة يهندك أيضا لم، لم يكن ولذلك أيضا لم الفاضل يريده الشارح، لم يريد الفاضل، لم يريد الفاضل أما يريده الشارح. لم يريد الفاضل الشارح، ها؟ أبد. لم يريد الفاضل الشارح، أو ولم يا يريد عبارة يانش يا، عبارة يانش لم يريد الفاضل الشارح. ونرجع إلى الكتاب، طيب إشارة جمسك بس أظن أصابكم الله خيرا كثيرا عما ويانا.